استشكلت لجنة خاصة امتحانية قامت باختيار مجموعة من النماذج من المحتوى العلمي المقرر. تم بعد ذلك تصفية هذه النماذج إلى 4 نماذج فقط والاعتماد عليها كنماذج امتحانية. طبعا الامتحان قام على 4 نماذج متقاربة المستوى. طبعا جميع الطلاب الذين أو المتدربون الذين خضعوا للدورة التدريبية بطبيعة الحال هم مقبولون في الامتحان. آلية سير الامتحان تم طبعا تقسيم المتدربين إلى 5 مراكز داخل المدينة. طبعا كل مركز له مجموعة من حوالي 3 رؤساء ومجموعة من الإداريين وعدد كافي من المراقبين أيضا. وسير الامتحان جيد جدا في تنظيم واضح طبعا بالمراكز وأيضا آلية عمل الامتحان. بالنسبة كانت الأسئلة أسئلة جيدة جدا، يعني اختبرت مستوى الأذكياء المستوى المتوسطين، يعني إلى حد ما كانت مقبولة. أخذناها كلها بالدورة، ما كان بشيء جديد علينا، وكانت الدورة جيدة جدا، يعني وخاصة طريقة التدريس اللي كنا نجهلها، مثلا الاستراتيجية، التعامل مع حل المشكلات، كل الأمور كانت يعني غامضة علينا. بعد الدورة لا الحمد لله كل الأمور صارت ممتازة سهل علينا. الأسئلة كانت يعني تابعة للدورة، ومن أثناء الدورة ما بيعدنا شيء غريب صعب. كانت القاعات الامتحانية ممتازة منضبطة يعني كويسة.